افتكرت الثمان افلام اللي اشتغلتهم معاها وطريقتها طبعا. الله الله. ها انا فاكر الاول واحد اللي هو كان حب الابد ده. حب الابد ويوسف شاهين جالي قال لي شوف بقى في واحده جديده معاك في اسمها نادي مالكش دعوه بيها. قلت له ماليش دعوه يعني ايه؟ قال لي بقى تسيبها في حالها. التحذير ده ليه معاني وليه دلالات يعني يقصد ايه بقى؟ يقصد ايه بقى؟ مخه على قده كده. وبعد كده سبع بنات بقى ولا تطفئ الشمس والحاجات الحلوه دي كلها. سبع بنات كان فيلم حلو قوي. مذكرات تلميذ طبعا ده جميل استاذ عاطف سالم. ايوه عاطف.